مشاهدينا، ختام الموجز مما لا شك فيه أن القوى الدولية تلعب آخر أوراقها في سوريا قبل الإعلان الرسمي عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ومنها إسرائيل التي شد رئيس وزرائها نتنياهو الرحالة مجددا إلى موسكو لإسماع السيد الكرملين أن إسرائيل مصممة على إكمال عملياتها العسكرية في سوريا لمنع تواجد إيراني تعتبره تل أبيب خطرا على وجودها. الزيارة هي الأولى منذ تسببت تل أبيب بإسقاط طائرة روسية ومقتل ركابها فوق اللاذقية. وردت يومها موسكو فورا بالإعلان عن تزويد دمشق بمنظومة الدفاع الصاروخي F-300 لحماية أجوائها. ولكن يبقى الأساس اليوم معرفة إلى أي مدى تجاوب بوتين مع الطلب الإسرائيلي. هذا ما نناقشه مع ضيفنا الكاتب الروسي أندري أونتيكوف، ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من موسكو. استاذ أندري أونتيكوف، صباح الخير واهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور. صباح الخير استاذ أندري. نبدا من اخر تطور الزياره، اللقاء الاول بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ ايلول الماضي، ما الذي حصل عليه نتنياهو من بوتين بشان ايران في سوريا؟ يعني بصراحة حاليا نحن نسمع فقط المعلومات غير المؤكدة صادرة من المصادر الغير المكشوفة، ولكن بعضها تقول بأن تجاوزنا هذه الخلافات التي كنا فيها بعد إسقاط الطائرة الروسية، وثانيا تم الاتفاق بين روسيا وإسرائيل بخصوص تشكيل اللجنة أو المجموعة الدولية، ليست فقط الروسية الإسرائيلية بل المجموعة الدولية لسحب القوات الأجنبية. هذه هي نتائج كما ذكرت صادرة فقط من مصادر، هي ليست المعلومات الرسمية، ولكن أنا يمكن أن أعلق على ذلك بأن أولا بخصوص يعني تجاوز الخلافات، تجاوز الأزمة في العلاقات بين البلدين، أود أن أذكر أن الطلب الرئيسي لروسيا كان تمديد فترة الإنذار بخصوص الضربات الإسرائيلية بسبب أن تم إسقاط طائرة روسية، أو يعني بدأت إسرائيل بقصف سوريا فقط، أو حذر إسرائيل فقط قبل دقيقة قبل هذه الضربات التي بدأها والتي أدت إلى إسقاط الطائرة الروسية، ولذلك روسيا طلبت تمديد هذه فترة الإنذار. هذا أولا. نعم. شيء ثاني بخصوص يعني نعم نعم استريز أندري أونتيكوف، الزيارة كانت أمنية بحتة، وهذا بالوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من رافقه كان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس الاستخبارات العسكري تامير هيمان. ويقال أن إسرائيل نقلت أو أعطت سلمت روسيا خرائط حول التواجد الإيراني والقواعد الإيرانية المتواجدة حاليا بسوريا، والصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم تعطي إشارة إيجابية أن التجاوب روسيا كانت متجاوبة إيجابيا مع الطلب الإسرائيلي باستئناف الضربات الإسرائيلية مجددا فوق الأراضي السورية. هل هو ما عليه الحال اليوم بالنسبة للأجواء بالعاصمة الروسية موسكو؟ بصراحة لا يمكن لروسيا أن ترحب أو توافق على هذه الضربات الإسرائيلية. لماذا؟ لأن الهدف الرئيسي بالنسبة لروسيا هو عدم تصعيد الأوضاع، عدم تحول الأوضاع إلى تصادم العسكري مباشر ما بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية. نحن لسنا بحاجة إلى حرب الجديدة على الساحة السورية، فلذلك لا يمكن أن نوافق على هذه الضربات، بسبب أن على الأقل يعني تلك الضربات لا تؤدي إلى تقليص أو تقليل التواجد العسكري الإيراني في سوريا، فلذلك يعني نحن بحاجة إلى إعادة النظر على ما يحصل في سوريا، على إعادة النظر على القضية الإيرانية والضربات الإسرائيلية، وانتقال من ضربات إلى حوار. وأود أن أذكر مثلا أن هذا الحوار هو لديه أمثلة ناجحة، وفي السابق توافقنا مع الجانب الإيراني
بخصوص إبعاد قوات غير السورية من منطقة خفض التوتر في الجنوب وبعد ذلك من الجولان المحتلة. وأنا أعتقد أنه هو مثال إيجابي يسمح لنا أن نقول بأن الحوار هو الطريق الوحيد لتجاوز كل التحديات التي نواجهها حاليا في سوريا. نعم أستاذ أندري أونتيكوف، الزيارة أيضا تأتي قبل أيام من تفعيل أو أن تدخل في إطار الخدمة منظومة الدفاع الجوية الصاروخية التي زودت بها موسكو سوريا، منظومة دفاع جوية من طراز F-300 أعطتها موسكو لدمشق بأيلول الماضي عندما أسقطت أو تسببت إسرائيل بإسقاط طائرة روسية فوق أجواء اللاذقية. وامبارح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول أنه ناقش هذا الملف مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى ماذا توصل بهذا السياق؟ أنا أشك بأن يعني يوجد هناك طريق إلى الوراء. تم تسليم تلك المنظومات إلى الجانب السوري، تم تدريب العسكريين السوريين ليستعملوا هذه تلك المنظومات، فلذلك السوريين هم الذين سيقررون هل يجب أن يستخدموا تلك المنظومات ضد أي هجمات الإسرائيلية أو غير الإسرائيلية أم لا. أنا أود أن أذكر يعني على كل حال بالمساعدات الروسية بدعم الروسي نحن نشاهد النقلة النوعية في القدرات الدفاع الجوي السورية. الآن سوريا تسقط أكثرية الصواريخ التي تطلقها ضدها يعني إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في السابق أو غيرها من الدول. نعم أستاذ أندري أونتيكوف، يعني بماذا خرج اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو؟ ما الذي حصل عليه خاصة بالنسبة لما تعتبره الإسرائيل اليوم خطرا على وجودها يأتي من القواعد العسكرية الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية، إيران أو حلفائها بسوريا؟ أنا ذكرت في بداية هذا الحديث بعض المعلومات صادرة من المصادر بأن تم توافق أو الاتفاق بخصوص تشكيل المجموعة الدولية من أجل إخراج القوات الأجنبية، ليست القوات الإيرانية بل القوات الأجنبية من سوريا. أنا ربما من ناحية تحليلية يعني أنا يمكن أن أقول يعني هناك مصالح المتبادلة الروسية الإسرائيلية. روسيا تهتم بالخروج للقوات الأمريكية، وأنا أعتقد أن إسرائيل مثلا من قاعدة التنف وكذلك من مناطق شرق الفرات، وأنا أعتقد أن إسرائيل قادرة على لتضغط على أمريكا بشكل أو بآخر لإقناع أمريكا لكي تنسحب نهائيا من سوريا. هذا من جانب. من جانب الآخر روسيا لديها قدرات لإقناع أو على الأقل لمحاولة إقناع إيران لتتحرك بشكل أو بآخر لتبتعد من منطقة أو منطقة أخرى وإلى ما هنالك. إذن هناك مصالح المتبادلة، ولكن كما ذكرت بالرغم من الفترة السابقة قبل إسقاط الطائرة الروسية، روسيا متمسكة 100% بمصالحها ولا يمكن لإسرائيل أن تغلق عينيها على مصالح الروسية كما حصل في السابق. أنا أقصد مثلا يعني أستاذ أندري، بهذا السياق بالذات اليوم بالذات، هل تتعارض المصالح الروسية والإيرانية بالميدان السوري أم الدوران يتكاملان، ما زالا يتكاملان داخل الميدان السوري؟ أنا بصراحة لا أعتقد ذلك. على الأقل من المبكر أن نتحدث عن خلافات بين روسيا وإيران، يعني هذه النتيجة يمكن أن نستنتج من التصريحات الروسية. على الأقل روسيا تقول بأن التواجد الإيراني هو تواجد شرعي، إيران تشارك في مكافحة الإرهاب وإلى ما هنالك، إذن تعاون بين. وعلى الأقل قد شاهدنا مؤخرا القمة الثلاثية على مستوى رؤساء دول، روسيا تركيا وإيران، يعني علاقاتنا مع إيران جيدة جدا ولا مجال هناك للحديث عن توتر. أستاذ أندري أونتيكوف، وزيارة تأتي بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران والاستقبال الحار الذي يدل على العلاقات المدينة اليوم بين دمشق وطهران. هل كانت الزيارة ردا على الزيارة المفاجئة التي قام بها بشار الأسد إلى طهران؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنا لا أرى أي علاقة ما بين هذه الزيارة لنتنياهو وتلك الزيارة إلى دمشق. بصراحة هذه الزيارة لنتنياهو إلى موسكو كان
كانت مخططة وحتى قبل أسابيع. فلذلك يعني واضح تماما أن إسرائيل تحاول إبعاد إيران، إخراج إيران من سوريا، ولكن يعني هناك عديد من المصالح لدى روسيا رؤية خاصة بهذا الخصوص. وأنا لا أعتقد يعني يجب أن نجد علاقة بين الزيارتين. يعني واضح تماما أن روسيا حاليا تعتبر التواجد الإيراني كتواجد شرعي كما ذكرت، فلذلك لا مجال للحديث عن التوتر. إن لم يكن هناك علاقة بين الزيارتين، ولكن لم يكن هناك ارتدادات للزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى طهران على لقاء بنيامين نتنياهو بوتين يوم أمس بموسكو؟ لا، أنا كما ذكرت يعني واضح تماما أن لدى إيران رؤية خاصة بخصوص ما يحصل في سوريا، وواضح تماما بكل صراحة لدى روسيا ولدى إيران ولدى تركيا حتى رؤيات خاصة، مصالح خاصة، مصالح التي من وقت لآخر تتعارض مع بعض البعض. ولكن بإمكانياتنا كما ذكرت حل تلك أو إيجاد نقاط المشتركة بين الدول الثلاثة. يعني حتى مثلا تركيا لديها رؤية خاصة بخصوص منطقة الآمنة في مناطق شرق الفرات وإلى ما هنالك. في نفس الوقت هناك إسرائيل. يعني وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، روسيا هنا هي في موقف خاص، لديها علاقات متينة أو جيدة مع كل من تركيا، مع إيران، مع إسرائيل. فلذلك روسيا تلعب نوع من الدور الوسيط هناك، ويعني إن صح التعبير تنسق تطورات الأوضاع بشكل أو بآخر في سوريا. فلذلك هناك يعني فقط نحن بحاجة، وهنا كذلك الموقف موقف آخر، الموقف خاص بالنسبة لروسيا. روسيا دائما تقول وتعتبر بأن لا يمكن إيجاد حل الأزمة السورية دون احترام مصالح اللاعبين الخارجيين، اللاعبين الإقليميين. فلذلك يعني على كل حال في نهاية المطاف نحن بحاجة إلى احترام مصالح الإيرانية، ونحن بحاجة إلى احترام مصالح الإسرائيلية، كما نحتاج إلى احترام مصالح الدول الأخرى التي تعمل في سوريا. نعم أستاذ أندري أنتيكوف، أيضا الزيارة الإسرائيلية إلى العاصمة الروسية تأتي بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن إبقاء ما مجموعه 200 جندي أمريكي بالميدان السوري. هل من علاقة أو هل كان له ارتدادات الموقف الأمريكي على محادثات الطرفين بالعاصمة الروسية؟ أولا بصراحة هذا القرار الأمريكي كان بشكل أو بآخر متوقع، وروسيا كانت تشكك في جدية أمريكا للانسحاب من سوريا. فعندما نشاهد هذا الإعلان الأمريكي لبقاء 400 جندي في سوريا، 200 في الطنف و200 في مناطق شرق الفرات، فهو شيء منطقي إن صح التعبير والمتوقع. هذا الجانب. والجانب الآخر كما ذكرت، ربما روسيا وإسرائيل لديها مصالح المتبادلة. كما ذكرت روسيا يمكن أن تؤثر على إيران وتحاول أن تقنع إيران لإخراج من منطقة أو منطقة أخرى لتتحرك بشكل أو بآخر. في نفس الوقت نحن بحاجة إلى تحركات من قبل الجانب الإسرائيلي وضغط من قبل الجانب الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أن على الأقل بقاء أمريكا في قاعدة التنف واضح تماما هو هذا القرار ناتج من الضغط على الإسرائيلي، الطلب الإسرائيلي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن بحاجة إلى استمرار تنسيقنا وإلى ما هنالك. أستاذ أندري، وأيضا الزيارة تأتي بعيدة أيام من عقد موسكو اجتماع للفصائل الفلسطينية بالعاصمة الروسية موسكو. هل من دور اليوم الروسي بعملية السلام؟ يعني هل يدخل هذا الشق أيضا بزيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو؟ باختصار شديد لو سمحتم. بصراحة نحن طبعا موقف الروسي لم يتغير. نحن بحاجة إلى تجاوز الصراعات داخل الصفوف الفلسطينية، ونحن بحاجة إلى تشغيل عملية السلام في الشرق الأوسط، ليست بدور الواحد دور الأمريكي، بل نحن بحاجة إلى أعمال واسعة رباعية دولية، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، أمريكا، وكذلك الدول العربية، مبنيا على المبادرة العربية التي كانت في السابق.
نعم الكاتب الروسي أندريه أونتيكوف، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من موسكو. شكرا لكم أستاذ أندريه. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن